طيب هل الدستوريه العليا هتعمل حاجه؟ انا على العموم عايز اسال في موضوع الدستوريه العليا دي، ومعايا السيد الاستاذ صابر عمار عضو لجنه الاصلاح التشريعي. اهلا بيك، اهلا يا فندم. اهلا يا استاذ خالد، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. دلوقتي في أهلاً. هذا المازق، حكم من المحكمه، هل يستطيع البرلمان ان يناقش في ظل هذا الحكم اتفاقيه تيران وصنافير، ام ينبغي ان ينتظر الدستوريه العليا؟ وما هو المامول، الحكم المطلوب من الدستوريه العليا انها تعمله؟ خليني اقول لك انا موافق كثيرا على اللي سعادتك تفضلت بيه في تحليلك للاحداث خلال الفتره الاخيره، انما خليني نتفق على ان المحكمه الدستوريه لا اختصاص لها بهذا الامر، وان ده شكل من اشكال خلينا اقول التخبط. لا اختصاص، لا اختصاص للمحكمه الدستوريه هنا، لا اختصاص على الاطلاق طبقا للماده 50 من قانون المحكمه الدستوريه العليا، لان ببساطه شديده المحكمه الدستوريه العليا لا تختص بايقاف تنفيذ او بالنظر في منازعات التنفيذ الا بالاحكام الصادره عنها، مش هي. الاحكام مش الاحكام الصادره من اي جهه قضائيه اخرى. امال الحكومه رايحه للدستوريه تعمل ايه؟ الحقيقه ده شكل من اشكال التخبط اللي قامت به الحكومه خلال هذه القضيه، واللي خد اربع اشكال. الشكل الاولاني اللي حضرتك اشرته انها بمجرد التوقيع على الاتفاقيه ما ارسلهاش الى البرلمان في الوقت المناسب، تمام، ادي نمره واحد. الشكل الثاني انها لجأت لهيئه قضايا الدوله، وهيئه قضايا الدوله لم تقدم المستندات اللازمه ولا الكافيه لتؤكد وجهه نظرها واللي استندت اليها في التوقيع على هذه الاتفاقيه بان الجزيرتين تدخل في حدود السعوديه امام محكمه اول درجه للقضاء الاداري، واكتفت بالدفاع بانها هذا امر يتعلق بسياده الدوله ولا يختص فيها، وبالتالي فوتت على نفسها فرصه كامله للدفاع. المسألة الثالثة والمهمة انها لجأت الى محكمة القضاء المستعجل وعملت اشكال، وهي تعرف ان القانون يحدد جهة الاشكال هي محكمة القضاء الاداري التي اصدرت الحكم، وانه لا اختصاص طبقا للدستور وطبقا للقانون لمحكمة القضاء المستعجل، ومع ذلك للاسف محكمة القضاء المستعجل اصدرت حكم اول درجة وتأيد استئنافيا، وكلا الحكمين لا قيمة له لان محكمة النقض مستقرة على ان اي حكم يصدر من جهه قضاء غير مختصه هو والعدم سواء. تمام. المساله الرابعه انها لجأت الى المحكمه الدستوريه بالمخالفه لنص الماده 50، وهو نص واضح جدا. طيب بس وانا الحقيقه لو انا عندي محامي في نقابه المحامين عمل الكلام ده وتقدمت شكوى فيه لا يحاسب. طب انت النهارده بتتكلم عن عدم، سامحني، انت بتتكلم عن عدم اختصاص المحكمه الدستوريه في هذا النزاع. بعض النواب كانوا طرحوا ان المحكمه الاداريه العليا ومجلس الدوله غير مختص اصلا بنظر هذا النوع من الاتفاقيات. دي قضيه ثانيه خالص هتدخلنا في الدائمه اللي حضرتك خايف منها. تمام. ان يتصدى البرلمان لمناقشه هذه الاتفاقيه بدعوى ان المحكمه غير مختصه ويهدر حكم نهائي. تمام. وبالتالي انا عايز الناس تقرا وحضرتك تبص على صفحه اعتبارا من الصفحه 20 والصفحه 21 و22 و23 من الحكم الصادر اليوم. اللي بيناقش فيها، رغم ان ده من وجهه نظري تزايد من الحكم، الا انه بيجاوب على سؤالك ما هل المحكمه الدستوريه مختصه وهل محكمه القضاء الامور المستعجله مختصه ولا لا. الحكم ذاته رد على هذا الامر وان لا اختصاص لهم في هذا الامر. من اول صفحه 22 في الحكم بيرد انه صفحه 20 21 و22 و23 لحد صفحه 25 القاضي نفسه بيقول انه انه الدستوريه العليا والقضاء المستعجل غير مختص، غير مختصين بشكل واضح، بيتكلم كلام قانوني صحيح. صحيح ده تزايد من الحكم، انما اهو ده راي القانون. المشكله الحقيقيه بقى فيما يقوله البرلمانيين. احنا اذا كنا دولة قانون فعلينا الالتزام باحكام القانون. احكام القانون بتقول، الحكم دلوقتي بيقول ان بطلان التوقيع على هذه الاتفاقية. يعني ايه بطلان التوقيع على هذه الاتفاقية؟ يعني ما فيش حجية لهذه الاتفاقية تتعرض على البرلمان لا من قريب ولا من بعيد. يعني ما ينفعش تتعرض. وانا رأيي ان الحكومة لما تأخرت واكتشفت ان القضية محجوزة للحكم وخافت، توقعت ان الحكم يصدر ضدها، فراحت اسرعت بارسالها الى البرلمان عشان ترمي كره اللهب الى البرلمان هو يتصرف. يعني طب البرلمان دلوقتي في مأزق، يعني البرلمان هيحصل جدل داخلي اذا كانوا يناقشوا ولا ما يناقشوش، ولا هذا الحكم صادر عن الاداريه العليا
جامع مانع لا يستطيع احد ان يناقش بعده. يناقش كما يشاء، هو حر، انما هي المشكله مش في المناقشه، المشكله في القرار. هل يملك البرلمان انه يطلع قرار مخالف لهذا الحكم ولا لا؟ الراي الشخصي انا لا، وان دوله القانون واحترام القانون وان احنا نقفل هذه الديلمه يقتضي ان يصدر قرار من البرلمان باحترام الاتفاقيه. اما قضيه ماذا تفعل السعوديه، دي قضيه اخرى ما احنا اشترف فيها. يعني لو السعوديه، طب لو السعوديه راحت الى التحكيم الدولي مثلا يعني ما تفهمتش موقفنا، ده تصور، ده تصور، بس هيبقى قدامها عقبه ان التحكيم بيقتضي تلاقي ارادتين. هل الحكومه المصريه ستوافق على التحكيم في الحاله دي ولا لا؟ موافقتها على التحكيم قد تعني او قد تشير الى انها هي كمان بتهدر مضمون الحكم، لانه يعني حتى يعني الحكومه المصريه حتى بعد هذا الحكم لا تستطيع ان تتراضى او تتوافق على التحكيم. ده مقتضى الحكم. ان ما فيش اتفاقيه، وان الحكم بنى ان ما فيش اتفاقيه على اساس ان ده تنازل مخالف للقانون او للدستور، الماده 151 فقره 3. وبالتالي لا يبقى امام السعوديه غير انها تتقدم بطلب الى محكمه العدل الدوليه، باعتباره ده نزاع امام عن دولتين على حدود. نزاع حدودي مش تحكيم. لا بس تحكيم يقتضي تلاقي ارادتين، لا اتصور ان السعوديه ترفع علينا قضيه واحنا نروح بقى ندافع في القضيه. بالظبط كده، كل ما لديه من مستندات يقدمها. طب لو صدر حكم المحكمه الدوليه في ضدنا في هذا الامر لا قدر الله، دي مساله اخرى تماما. لا ساعتها بقى نقول الحكم ضد حكم ولا اللي مضطرين نلتزم دوليا؟ ده حكم دولي له اليات تنفيذ وحكم واجب الاحترام، والقضيه هتبقى خرجت، الحكومه خرجت من المازق اللي موجوده فيه اذا صدر ضدنا لا قدر الله. طيب بشكرك جدا جدا، شكرا جزيلا صابر عمار الخبير الدستوري الذي يتقاسم معي هذا الهم في اننا امام ديلمة قانونيه ودستوريه في الداخل فعلا صعب، دومن ومقفوله، دومن ومقفوله. حتى الناس اللي كانوا مقتنعين بانه الطبيعه اللي موجوده هناك او ان السعوديه ممكن تكون بتملك الجزر او انه في حوار حول هذه الجزر ممتد من سنوات طويله مع الحكومات المصريه المتعاقبه، وان الحكومات المصريه المتعاقبه لم تبدي اي انزعاج من الاعتراف بانه الجزيرتين بتوع السعوديه، حتى هذا المعسكر هو الان في مأزق كبير. لانه اذا كنا بنتكلم عن دوله قانون فانا النهارده ما اقدرش، لو انا حتى مؤمن بالفكره الاخرى، لكن هناك حكم قضائي. اذا كنا نعلي من قيمة دولة القانون فكل المختلفين عليهم أن ينصاعوا إلى الحكم القضائي في النهاية، ما قدمناش اختيار غير ده.